فيكتور عايز ايه يا اسطى دلوقتي؟ مش فاهم. الو يا فيكتور حبيبي يا اميسولو، عايز ايه يا اسطى؟ نزلت بوت كامب اسكواد اتراك اخدني نوقفنش. بجد والله يا اسطى؟ طب انت عايز نعمل ايه دلوقتي؟ ننزل لي فيك نخنا زر يا زميلي. طب بقول لك ايه، 5 دقايق ويلا بينا. سلام يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم ابسولو، فيديو جديد. اول حاجة عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تاني حاجة، النهاردة يوم فيكتور، وطبعا انتوا عارفين انا كسبت اكونت علاء النهاردة، فهخش باكونت علاء واكسر بيه الدنيا. فالنهاردة يا جدعان من اكتر حالات الخنزرة جمدان، فعايزك يا اخويا تكمل الفيديو للاخر عشان النهاردة هتشوف عظمة. بص يا جدعان، احنا في وقت تصوير الحلقة دي كام مشترك؟ 187,000. لو انت يا اخويا نزلت عملت اشتراك حالا وفعلت الجرس هنوصل 190,000 مشترك دلوقتي. فعايزكم توقفوا جنبي يا جدعان عشان عايز اوصل 200,000 في اسرع وقت. وزي ما قلت لكم هوزع 40 رويال باس وفاضل 3 ايام، فما تتاخرش عليا بالاشتراك بتاعك يا اسطى. كسر زرار الاشتراك، ما تنساش تحط اللايك الرايق بتاعك ويلا بينا. رقم 1 انا دوله، ده مش علاء الصافي، ده يا اسطى امسله بس متنكر، فاهم يا اسطى؟ انا عايزك تركز، احنا نازل معانا كتيبه، نازل معانا امه لا اله الا الله يا اسطى. ركز يا اسطى. انا نازل في الميه. ميه ايه يا اسطى؟ لو انا نازل على الام 4. انا فين؟ انا فين؟ الله يرحمك، لا يرحمك يا اسطى. مفيش سلاح لغايه دلوقتي يا عم. الله شامبوني. الله يا اسطى، على فكره بقى واحد بس اللي على السطح، ركز بقى. والله والله فينش يا اسطى، مفيش تفاهم معايا. حقك جاي يا عم جريندو. انا بقى يا اسطى عشان في كتيبه جايه لي يا اسطى، مش عارف اجيبه ده. بص يا اسطى، انا طول عمري بقول الخنزره سو سكواد بيبقى لها طعم تاني. طبعا انا بص حاسس انت تلعب سولو دلوقتي. مفيش سكواد خالص. ده بوت فيكتور يا اسطى. الله الله يرحمك يا اسطى. اس يا صاحبي، ولا بص ولا اي حاجه، صوت بس مفيش. ايه ده يعني يا ابني؟ بص يا اسطى، انا خايف اجيب البوت اللي هنا ده، العيال دي تجيلي فاهم يا جدعان. يا اللي تحت لو فيك راجل يطلع لي فوق، ولا انا فيكتور ولا في الاوضه اللي على الشمال، قصدي اللي مين اللي هيجيبها يا جدعان؟ 600 شده. بس يا اسطى اهم اتحمسوا يا اسطى، اتحمسوا يا اسطى. وبص اعدها 150 شده. الله يا اسطى، اهو 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 هيحصل يا اسطى. خنزره يا اسطى، خنزره. يلا بينا يا رجال، يلا بسم الله. ايه ده 99 شده. العيال اتحمست بجد ولا ايه؟ بهزر. الله على اللوت يا اسطى. انت بهزر والله. دي فايده الخنزار يا اسطى، بتفضل قاعد مكانك فاهم انت، اللوت كله يجيلك لغايه عندك، ما بتتعبش ولا بتعمل اي حاجه. يلا. شفت اللي عمال يطبل بالبكيسي ده يا اسطى؟ لا مش سامع حاجه خالص. في واحد قدامي ماسك بكيسي، بص ودي دي 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 دي. بقول لك ايه، وربنا ما احلك. يلا يا لهوي يا اسطى، يا لهوي، ايه ده كله؟ فعلا لو ده بوت خالص. جاب البو بهي. الولع عميل خالص يا اسطى، مش شايف قدامك. عيش من رمض الله، لقيتها بصراحة، كنت بدور عليها ما لقيتهاش. لو كانت جت معاك طاسة. اخد السلاح ده ولا ما اخدوش يا جدعان؟ انا اخده ومعايا بكيسي، وهتولع هتولع. خد العربية واخلع. ياما ياما، في ايه يا اسطى؟ اي حد بيتعدم يا اسطى مع فيكتور يا اسطى. ايه ده، في ضربة ورايا. حسيت بحاجة يا اسطى؟ ما حسيتش بحاجة. شوف سواء بقى، لسه في سكواد وبتاع وفي قصة حزينة يا اسطى وسكة ودغري، انا عايز اخنزر عليهم كلهم. خد بالك عشان ثواني. في حد قدامي يا اسطى. ايوه بس انا هجيب واحدة بخنزرة فيكتور فاهم. يا ساتر يا ساتر يا رب. يا ابن اللعيبة. انت مش تمام. اسف يا رجالة والله، والله اسف يا جدعان. شباب التيم المغربي فين؟ الواد ده لازم نعمله ريفورس. شايف يا اسطى فن الكمبرة ده يا اسطى؟ يعني اقول لك ايه، فن يا اسطى. بس يا صاحبي، بس كان في عيال بقى في ميديستن، خلي بالك فاهم، انا كنت قاطع لحد راح ايه تحت في ميديستن كده.
بس يلا مش مهم، انا هاخد العربيه دي واخش زون صاحبي والجيم ده بتاعي. ما فيكتور يا اسطى، انت عمرك في حياتك فايت واحد فيكتور لقيته بيفايت على رجله؟ على طول بيبقى مكمبر يا اسطى. اللعبه مرندره. البوت ده بيفايت حد يا اسطى ولا بيبايك على حد ده ولا بيعمل ايه البوت ده يا اسطى؟ في حد في البيوت محمد عميان. عميان ده مش شايف قدامه، ده يا اسطى مش شايف قدامه خالص. ده في ايه يا اسطى؟ عمال اضرب فيك وانت واقف مكانك يا اسطى. كفر ناحية تانية يا ابني. ثواني ثواني بس ثواني. المشكلة عمال اضرب فيه ديب بطخ ديب وسبكت عليه وهو برضه مفيش. العربية الجدعة اللي هناك دي. الله اطلعوا من الناحية التانية يمين. يا ساتر عليك عجل. يا عيني اسراء، اسراء عيب اسراء والله والله ما كانش قصدي، كانش قصدي. اسف يا امسول اعمل لي ميوت. يا اسراء يا اسراء، انا عارف الواد ده عنوانه فين، هروح اضربه لك ما تقلقيش. ثواني يا اسطى، ايه ده صاحبي اسراء؟ ايه ده بتزمر يا بنتي؟ كوتشات فين يا اسطى؟ البنات دول غريبه قوي يا اسطى. يا اسطى يا اسطى يا اسطى سمعني. سامعك سامعك. مالك؟ بص يا اسطى، انا عندي جليتش كده، انا مش عندي جليتش كده، مش عارف انزل من العربيه يا اسطى. بقول لك يا اسطى، انا عندي جليتش كده، الزرار كلها مش شغال عندي في المحاكي. تعرف المشكله دي من ايه؟ خد. كان نفسي اساعدك يا اسطى بس الزون والله الزون يا اسطى. معلش اسراء. يا عم ما خلاص يا عم، ما خلاص يا عم، اسراء ماتت يا عم. على اليوتيوب يا اسراء. ثواني يا اسطى ثواني، في صوت قدامي يا اسطى. الولا يعني الزراير كلها بتاعت المحاكي مجلشه معايا والزون داخل عليا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايزي وين يا اسطى؟ عايز تموتني يا اسلام؟ عايز تموتني؟ ايزي وين يا زميلي؟ دب طخ كده على طول. سلاح طيب. مفيش سلاح فيكي ليه يا لعبة؟ استلم استلم. ايه ده كلم علاء؟ علاء ايه؟ واحد التاني على طول يا اسطى. مين اللي بيكلمني؟ الله يا اسطى عليك يا اسطى. الله اتفضل يا اسطى. جالنا واحد من ورا. ايه سكوب اتنين اللي اتحط ده؟ يا اسطى ابو ام 20 ده لو معايا سكوب بص هشيل له دماغه. عايش المرعب. اوه على السبراي 100 مره يا اسطى. ولا انا مش جاي معايا ولا بقول لك يا اسطى تعالى معايا يا اسطى. فايل هنا في البيت الجامد عايز اعدمه. تعالى بس معايا. استنى يا اسطى ده كيوت يا اسطى، كيوت قوي يا اسطى. ثواني معاك اي حاجه يا اسطى؟ ايه دي؟ طاسه بتاع اي حاجه. اهي 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 تحت. يا ابني بقى انا مؤاخذه يا عم فارس يا اسطى بس انت ثواني عشان في عيال كان بيضرب بره. ثواني انا يا ابني بقى هباك. انا مش حاسس بوت ده مش عارف ليه بس قشطه يعني فاهم. انا عايزك بس في داري عشان لو طلع بني ادم مره واحده ساعات بتروح كده على اساس ان هو بني ادم بعد كده بيطلع بوت فاهم. لا ده طلع بوت يا اسطى. بوت بيتنتنتن يا اسطى. ايه ده في ناس قدامنا يا اسطى. يا لهوي ده مبيت. ايه ده يا اسطى انت رحت فين يا اسطى؟ البيت الازرق يمين. طب ارجع. بنطه جاي نطه جاي. ايوه بتعمل ايه انت؟ عايز تفعلني الصح؟ مفيش. تعال 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 عندي. تعال الولد راح يلف صاحبه فاهم هيجونه دلوقتي. معايا يا اسطى. ايه ده يلا. ايه ده بيتها واحده منظور شخص احول ويلا بينا عليا وعلى اعدائي. صوت رجل جنبنا. ها معايا في اتنين قدامي.
اسطى قدامي هو في الاوضه في الاوضه يا اسطى. بس عايش يا اسطى. في بوت هنا برضه اهو. حلو تقريبا كده بوتات خلاص يا اسطى صح. 5 minutes later. سوري يا اسطى سوري والله. ده نوكت. ايوه ايوه بقى واحد فين يا اسطى؟ فين عامل عليه لقطة؟ ناحية دي كده خد بالك جابني اهو هناك اهو. باداكو باكو باكاكي. اه انا شفته بينط بس دلوقتي فين الله اعلم. اهو اهو ماركت اللوكيشن. شفت 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 يا اسطى. كوكاية دي. بادي هايا. يلا واحدة يمين يسار اوبن شمال يمين. يا رب ما تجاب يا رب ما تجاب. راهني. لا لا يا عم ما اعملهاش ده. ماشي. اه هناك اهو خش خش. اجيبه يا اسطى. شباك مكمبر اه مكمبر مكمبر مكمبر. يا اسطى شفت التركي عمل معايا يا اسطى. يا اسطى انت لازم تعذبه يا اسطى. يا عليك تركي خنزير يا اسطى. عيب يا اسطى والله والله عيب يا عم والله عيب. كل ده منقولك يا اسطى ان في كتيبه نازله معانا فاهم. لا مش قوي على فكره مش قوي. لا يا عم قوي. جبت اتنين ماشي. هيلحق صاحبي يا اسطى. ها مفيش سلاح لسه. ايه جبت تلاتة. لازم ابص يا اسطى بالكاب لسته القط دول لازم. لما اخذ يا اسطى 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 لما ما تتفنش يا عم. حلو صاحبه جاي ياخد حقه يا اسطى. قدامي واحد انمي. ثواني طب ثواني ثواني معايا ديت انا. ايوه حلو قوي. ثواني بقى لو ده ثواني ثواني يا اسطى ثواني على الاقل من مهله. لا هو قدامي يا اسطى. لا هو على اللعبه لعبه على جامد. جي جي يابا كده. في ناس تاني ولا خلصت كده خلاص من اللعيبه؟ لا يا اسطى يا اسطى دخلت هجوم فيكتور دي يا اسطى. انت مش عارف ولا ايه؟ لا لا عايش بجد. اعداء. انا من رايي غير اسم ميلا خليه ايه اعداء. صلي بينا بقى على النبي. حلو احنا عايزين يا اسطى. في بوت ورا اهو. تعالى يا ابو البدابيد. يلا بينا روح يا اسطى. يلا بينا يا اسطى بقى. خلي بالك لان لاقي ايه قنبله اتراك ولا حاجه طلعت لنا من تحت الارض. اه واحد قدامنا على طول في الشارع. ايوه ايوه روح على طول. بوت ده ولا اي حاجه يا اسطى ولا اي حاجه. انمي عليهم انمي عليهم. مين ده يا اسطى؟ اهم قدام. انا ما لحقتش اشوف حاجه والله يا صاحبي. ما قلنا بقى ده وقت الفيكتور بقى يا اسطى. ما فيش تفاهم بقى خلاص. شكرا جابوا لنا عربيه والله رجاله جدعه دول. انا بص طول عمري مقتنع ان الريد زون ما بتجيبش رجاله جدعه. فيلا بينا. بطل بقى بطل كده بقى. استنى انت اهو. انا واقف في نص الزون اهو يا جدعان اهو. مش هموت اهو يا عم. يلا اركب يا صاحبي. انا راجل مش جدع دي. عم تعالى انا راجل مش جدع دي. معرفش بقى ده الجرافيك عندي ولا. ثواني ثواني باذن الله لا يقوم يا اسطى باذن الله. رجل في رجل ورا. يا ولد انت خنزير. يالا يا خنزير. نهار اسود على الفجعه يا اسطى. ده انا وقع قلبي. انا شفت رجل على الخريطه مش الولد ده. يا ريت شفتها. ده عيل كمبور قوي يا جدعان. ايه ده؟ انت فين طيب يا بطل؟ انت فين يا بطل؟ هناك اهو. مارك ذا لوكيشن. بس وديني عليه يا اسطى بقى كده. نفس المارك ها؟ بس مش بالظبط. ماشي ماشي خلينا فيجن عليه بس. انا كفر انا من على الشمال على اليمين او الشمال. ماشي ماشي. ايه ده عشان فاضل اتنين. بطل يا اسطى. رف بقى بسرعه رف وبكسله.
ماشي. شلاليه تقلام 200 نوك لو ما رفوش. شلاليه تقلام اي اهانه يا اسطى، اي اهانه عبال ما اجي لك اهو يا عيني. ده اللي انا كنت جايبه. اخر واحد ام كي اوتو يا اسطى، اخر واحد ام كي اوتو. بص اللي اسمعه يا اسطى، يا صاحبي تخلي بالك ده مش لعبه صاحبي. يا صاحبي ده انا فيكتور مش بعمل كده، ده انا فيكتور بوش. الواد ده هياخد حقهم. مفيش يا اسطى الكلام ده، الواد ده احنا هنعدمه العافيه اهو يا اسطى. ماركت لوكيشن. لا عليا ورا الصخرة صح؟ اهو ام كي اوتو، يعني ام كي اوتو. رمي سموك اهو. ده اللي انا بتكلم فيه يا اسطى، ده اللي ام كي اوتو. انت معاك كام كيل؟ انا معايا 16 يا اسطى. الكيلات دي كلها يا لهو عليك يا اسطى. ايه ده كله يا اسطى؟ انت بتسرق مني كيلات يا عم. ده واحد ب 300 دم. تسرق كيلات، كيلها واحده بس يا اسطى. هو الوحيد اللي كان قدامك ده اللي ايوه ايوه ايوه. عايش عليك يا اسطى. وبس يا اخاك دي كل حاجه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك. خنزره جامده يا جدعان، اخدت حقي وخنزرت على السيرفر كله. فبس كده كان معاكم سولو، ان شاء الله اشوف الفيديو الجاي. سلام عليكم.